اتصلت ليه بيه؟ معلش يا حسن. هو انتوا كمان عندكم معلش؟ مش قلت لك ان الحلم مستعجل؟ اطلع بيه. اطلع لفين؟ المقطم. مش هتقول لي ايه الحكايه؟ في السكه هتعرف كل حاجه. تسعتاشر شارع المرجان، الساعة تلاتة تلاتة ونص هتحصل هناك مصيبة سودة. ايه هي؟ معرفش، ما كانش باين في الحلم. والمصيبة دي بقى ليها علاقة بأمن الدولة يا حسن؟ هي المصائب ليها علاقة بأمن الدولة وأمن المواني. أي مصيبة مهما كانت بتأثر على الدولة كلها. عندك أي معلومات تانية عن المصيبة دي؟ وما كانش باين في الحلم غير الميعاد والعنوان والإشارة يا منى سلامة الكلب، لأنه من سلالة نادرة. شارع شكله مش بتاع مصايب ابدا. الحمد لله حلمك طلع في شنك. نشفت ريق، الله ينشف ريقك. تعال نشرب حاجه ساقعه. اتنين حاجه ساقعه من فضلك. حاضر يا فندم. صل على النبي. هو المسدس ده ميري ولا ملكي؟ انت هتهزر مع الحكومة حضرتك ولا ايه؟ يا سيدي مفيش مانع الحكومة تهزر مع بعضيها. انت تبع ايه؟ ومين حضرتك بقى علشان تسألني؟ انت تغرس خالص. تغرس؟ انت بتكلم عن دولة؟ رقيب اول مدبول يا عبد العال. رقيب اول مدبول يا عبد العال يا فندم، من الحراسات الخاصه. وانت بتعمل ايه هنا يا مدبول؟ حراسه يا فندم على احد اللاجئين السياسيين القاطنين في العماره 19 الدور الرابع شقه 12. ممكن تديني المسدس بتاعك؟ لا يا فندم، سعادتك عارف ان دي عودة شخصية ولا يمكن افرط فيها لأي حد. الله، هو انت ما معكش سلاح؟ وهشيل سلاح ليه؟ انت مش جايبني هنا عشان تحكي لي حلم؟ يا نهار ازرق، اديله السلاح، ده في مصيبة سودة هتحصل. انتوا شكلكم مريب والامر ما يسلمش. بس هقول لك ايه؟ مش كده يا راجل؟ البوز امار. المسدس! المسدس! حق السائع! اوعى يحكي. اللاجئ السياسي، العيال الصغيرين،
في الواقع أجهزة الأمن كانت بترصد تحركات المجرمين من شهور عديدة، وحسب تعليمات السيد الوزير والسادة مساعد الوزير كنا بنتتبع خطواتهم أول بأول، كنا حاطينهم تحت عينينا، بس هما ما كانوش داريين ولا عارفين. حبينا نقبض عليهم متلبسين علشان ما حدش يقول ان احنا بنلفق قضايا، والحمد لله العملية خشب يا حلو. الخطة الموضوعة تم خشب يا حلو تحت إشراف عدد كبير. مش مهم أسيوطي، حكاية الولد اللي بيحلم ده مش داخلة دماغي أبدا، ومعتصم أنت عارف أسلوبه، إيه رأيك لو تجرب أنت؟ سيادتك أنا كنت مستني التكليف ده من بدري يا فندم. نظر انت مش صاحي من النوم؟ ما شفتناش في الحلم ولا ايه؟ We received the following excerpts describing the great event. This year, the show is expected to... بتوزع المنشورات دي في شارع قصر النيل. أنا كنت بوزع المنشورات دي. وعندنا كمان 10 شهود سلمتهم المنشورات دي. أمال فين المقدم معتصم الألفي؟ الألفي خلاص ما عدلوش دعوة بيك. أنت دلوقتي تبعي من اختصاصي. قضيتي. عرفت إزاي بتفاصيل اغتيال اللاجئ السياسي؟ كان حلم. كان حلم. كان حلم. ما كانش حلم. كويس. كان ايه؟ كان كابوس. في حاجة يا معتصم؟ أنا آسف يا فندم، بس إذا كان أسلوب شغلي مش عاجب حضرتك، ممكن تعفيني من المهمة دي؟
انما ان المصدر بتاعي يتعرض للسخافات بتاعه الاسيوطي اللي عمرها ما جابت اي نتيجه، ده شيء لا يمكن اقبله ابدا. وعرفت ازاي يا معتصم؟ يا سياده اللواء، حضرتك عارف كويس ان احنا جوه لعبه، عارفين قواعدها وقبلنا بيها، فما فيش قدامنا غير الصراحه. حسن بهلول ده قضيتي انا. طيب 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 اقعد يا معتصم. ولغايه امتى هتسمح له يلعب بيك ويهرب بالحقيقه منك؟ حسن ما بيهربش بالحقيقه، حسن بيعمل اللي في دماغه هو، مش اللي في دماغنا احنا. انا كان كل همي انقاذ اللاجئ السياسي، لكن حسن كان كل همه انقاذ الطفلين. هو ده الفرق اللي بيننا وبينه. احنا بنشوف شغلنا، لكن هو بيشوف اللي هو شايفه صح. احنا ليه مش عايزين نطول بالنا عليه؟